الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد قمر الهداية قمر الهداية وكوكب العناية الربانية من تولاه مولاه بالحفظ والرعاية السرمدية وأعلى مقامه فوق كل مقام في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما وأصلي وأسلم على الموصوف بالأفضلية وهاكم من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا وأستعين بحول الله تعالى وقوته فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. قالت آمنة وفي تلك الساعة رأيت الشوبة تطاير يمينا وشمالا ورأيت المنزل قد اعتكر علي بأصوات مشتبهات ولغات مختلفات فأوحى الله تعالى إلى رضوان يا رضوان زين الجنان وصف على غرفها الحور والولدان فتبادرت بزينتها الحور الحسان وأشرفت من غرف الجنان وأزهرت الأوراق والأشجار والأغصان وقطرت قطرات الرحمة على أوراق الأفنان ثم إن الله تعالى أوحى إلى جبريل أن صف أقداح راح الشراب للكواعب الأتراب وانشر نوافح المسك الزكية وعطر الكون بالروائح الطيبة الزكية وقيل يا مالك أغلق أبواب النيران وصفد الشياطين لهبوط الملائكة المقربين ونودي في أقطار السماوات فهبط الأمين فهبط الأمين إلى الأرض بالملائكة المقربين وكل ذلك بأمر الملك الجبار قالت آمنة ولم يأخذني ما النساء من
الطلق إلا أني أعرق عرقا شديدا إلا أني أعرق عرقا شديدا كالمسك الأبفر. قالت لم أعهده قبل ذلك من نفسي فشكوت العطش فإذا بملك ما ولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأزكى رائحة من المسك الأذفر. قالت فتناولتها فشربتها فأضاء علي منها نور عظيم فحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا. قالت وقد اشتد بي الطلق فبينما أنا كذلك فإذا أنا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي وأمر بجانبة جناحيه على بطني وقال انزل يا نبي الله وقال انزل يا حبيب الله وقال انزل يا من عظمك الله. فأعانني عالم الغيب والشهادة على تسهيل الولادة فوضعت الحبيب محمدا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. عطر الله صل وسلم وبارك.